وإلى مهنة أخرى توني الآن. ورث شغفه بإصلاح السيارات من والدها الميكانيكي الذي علمه منذ صغر مهارة لا يزال يستخدمها حتى اليوم. صحيح أمين، يهز جزءا من محرك السيارة فيكتشف العطل ويصلحه. إنه الميكانيكي الكفيف مصطفى عزيز الذي ينضم إلينا مباشرة من العاصمة العراقية بغداد. مصطفى صباح النور، أهلا فيك. أهلا، صباح الخير وشكرا لكم وشكرا للتلفزيون العربي على هذه المقابلة والتغطية أقل شيء قضية الإعاقة بعموم العراق. أقل شيء أخبارك ملاية وسائل التواصل الاجتماعي، لا شك أنك ظاهرة مصطفى، فالمعلوم أن عمل الميكانيكي ليس سهلا ويحتاج للنظر والدقة لتحديد العطل وأصلاحه. أنت ولدت كفيفا منذ 35 عاما، تحتاج فقط للسمع واللمس لكي تحدد عطل السيارة. حدد لنا أكثر هذه التقنية في عمل الميكانيكي. طبعا انا ولدت كفيف، يعني من احد اربع اشخاص، احنا من مكوفين من عائله واحده، اثنين بنات اثنين ولد، والحمد لله كنا من مبدعين من ذوي الاعاقه، نقدر نقول عن نفسنا، لان تجاوزنا كل الصعوبات، تجاوزنا كل الخطوط، تجاوزنا وصلنا إلى دراسة، وصلنا إلى مكانة الحمد لله والشكر بالمجتمع. فأني الصراحة من كنت طفل إنه عاتي وفضول، يعني فوالدي كان يصلح سيارته وأنا يعني أصلح وياه، والحمد لله حبيت هذه المهنة. طبعا هي مهنة صعبة جدا وخاصة على شخص كفيف، بس لا شيء يقف أمام الإعاقة. صراحة الإعاقة هي يعني المحفزة إلى أن تتحدى الصعاب وأن توصل صوتك، أن تبعث رسالتك لكل العالم بأنه الإعاقة مو يعني هو العجز، مو هو يعني ما راح يصير إبداع بهذا، لا بالعكس. قلت لك يا حافز، يعني حفزتني أن أكون الحمد لله يعني بما أنا عليه اليوم الحمد لله. قبل ما نحكي مصطفى عن دورك رئيس رابطة المكفوفين في تجمع ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق، أنا بعدني مصر أعرف منك شو بتعمل، يعني تمسك المحرك وبتهزه حتى تعرف العطل؟ خبرني شو علامتك الفارقة. شوف هو مو أمسك المحرك، بس احنا من خلال العمل ومن خلال يعني تعرف تتراكم خبرات، فصار عندي يعني درايه بانه السياره لسه من توقف اعرف شنو بيها واقف مثلا، يعني من خلال وقفتها، من خلال الصوت اللي يطلع، من خلال الحادث اللي يصير اعرف هذا شنو الخلل بيها. اما مثلا تجيني سياره مغلقه يعني ما اعرف شنو، يعني ما اعرف شنو حالتها، فأبدي أتبع من خلال خبرتي اللي اكتسبتها يعني من تصليح السيارات، بالإضافة طبعا إلى الصوت وإلى اللمس. أكو أشياء مثلا تنكسر، أكو أشياء تطلع صوتي تسبب الخلل، فهواية أشياء. وأكثر شيء نعتمد على الخبرة، يعني العطل مار عليك لو ما مار عليك، وهذه الخبرة هذه الخبرة مصطفى كأنها أكسبتك ثقة لدى الزبائن، لأنه بنعرف كلنا أنه السيارة قصة حياة أو موت، إما بتكون مصلحة بشكل كامل أو ممكن تهدد حياتنا بالخطر. كيف اكتسبت هذه الثقة وكيف يتعامل معك زبائنك؟ شوف، أجي من يعني أتيك من حيث انتهيت. الزبائن والحمد لله يعني كلهم ثقة بي، لأن أنا عملي دقيق جدا. من ناحية السيارة هي حياة وموت، لا أكيد أنا ما جازف بحياة الناس، يعني
ويعني ثاني قضية إنه هي مو يعني تقول يعني أنا فاتح مثلا حدادية أو فاتح إطارات السيارة أو تايراتها مثل ما نقول بالعراقي. أنا لا أشتغل ميكانيك فقط، ويعني شوف السيارة كل من اختصاصها، أكو كهربائيات أكو ميكانيك أكو حدادية. الحدادية اللي هي يعني الدبلات وما دبلات الكهربائيات اللي هي يعني كهربائيات السيارة، والميكانيك هي الجير ماكينة يعني هاي التفاصيل. فأنا شغلي جير وماكينة، يعني أنا لا كهربائي ولا حداد، فما أكو أي خطر. بس بنفس الوقت الحمد لله وشكر عندي ثقة زبائن كلش عالية، عندي ثقة بنفسي عالية، لأن حتى أنا أنطي الثقة للزبون يبادلني نفس الثقة. حلو. يعني الحمد لله والشكر أنا واثق بعملي بحيث الناس تواثق بأنه أنا واثق من عملي، وأنا اللي دا أقدمه هو صحيح، ويعني أقول يعني خدمت المجتمع بشيء ما. نعم. وهل تعتبر أن فقدانك حاسة البصر قوت عندك حاسة السمع التي طبعا تستخدمها في عملك كميكانيكي، ومن جهة أخرى حصلت على دبلوم في الموسيقى بسبب حاسة السمع القوية عندك؟ أخبرنا أكثر عن علاقتك مع الموسيقى أيضا. شوف أستاذ، إحنا بعادتنا المكفوفين الله هذا يأخذ شيء يعطي شيء أشياء، فالله سبحانه وتعالى يعني أعطانا السمع المضاعف إحنا كمكفوفين، أعطانا الأذن الموسيقية اللي كنا يعني تقريبا نقول 90% من المكفوفين هم أذنهم كلش قوية. فالحمد لله والشكر أنا من هوايتي إلى الميكانيك، هوايتي إلى الموسيقى يعني اللي ما إلها حدود، يعني دخلت المعهد الفنون الجميلة وتخرجت من عنده بعام 2007، وإن شاء الله هسه عندي أقدم إن شاء الله على الدراسات. أنا محب، لأن أنا مدافع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعندنا إحنا في تجمع المعوقين بالعراق تبنينا قضية الإعاقة والمدافعة والحقوق، والآن إحنا في صدد تعديل قانون 38، والحمد لله مشاركتنا به فعالة ونتائجه إن شاء الله راح تبين. فأنا يعني أحب راح أقدم إن شاء الله هاي السنة على القانون حتى أكون مدافع جيد ومناصر قوي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. لنختم بالحديث عنهم، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني ما أبرز التحديات أو أبرز الهواجس التي تلفهم في العراق، وكيف تعمل حضرتك على مواجهتها؟ قلت لنا أنه رح تدرس قانون، صح؟ نعم. احنا قبل ما ادرس قانون انا مدافع في حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه. انا صار لي تقريبا 14 سنه في المجتمع المدني، وشاركنا في صياغه قانون 38، وحفزنا الدوله على المصادقه على الاتفاقيه الدوليه للاشخاص ذوي الاعاقه، والحمد لله والشكر قرروا القانون، البرلمان العراقي اقر قانون للاشخاص ذوي الاعاقه، ولكنه قانون يعني لدينا عليه تحفظات وعندنا تعديلات، وإن شاء الله جارية التعديلات. الأشخاص ذوي الإعاقة بالعراق صراحة يعني يعانون التهميش والإقصاء من قبل الحكومات السابقة، والحكومة الحالية حاليا يعني لن نرى شيئا يبصر النور. يعني صراحة أهم شيء إحنا عندنا التعليم والصحة والسكن والعيش الكريم والتأهيل والتدريب والتمكين. أغلب الأشخاص ذوي الإعاقة صراحة لا يجدون التعليم لحد الآن. أغلب الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون السكن، وأنا واحد من عندهم، يعني أنا واحد من الأشخاص ومدافع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنا لا أمتلك سكن. أغلب الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون التعليم، وهم لا يصلون إلى التعليم، لأن لا توجد مدارس دامجة بالعراق لقضية الإعاقة. كل هالمدارس غير ميسرة، غير يعني ما بيها اكسسبل. فصراحة معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة كثيرة جدا، وهن كثر طبعا مع الإشارة. كأشخاص ذوي الإعاقة نحاول
نعم، أنا بعتذر لمقاطعتك لضيق الوقت، نعم. ولكن لابد أن نشير إلى أن أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق كثيرة بسبب ظروف الحرب. مصطفى عزيز الله يقويك، أنت الميكانيكي الكفيف ورئيس رابطة المكفوفين في تجمع ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق، شكرا لك. شكرا.